السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. مرحبا بالمتتبعات ديالي، ومرحبا بالبنات الجداد اللي عاد دخلوا القناة ديالي. اللي دخلات جديدة دير لايك والاشتراك وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد. المهم نتمنى تنال رضاكم للقناة ديالي، وحتى الفيديوهات اللي كنقدم يكونوا في المستوى. اليوم ان شاء الله غادي نديروا السمن البلدي، السمن اللي غنحتاجوه في بزاف الحوايج في الطياب ديالنا. اليوم غادي نديروه ان شاء الله، حتى للمبتدئات اللي ما عارفينش يعرفوا يصيبوه في دارهم. غادي نحتاج الزبده البلديه، يعني تشريوها بلديه من عند العيالات اللي كيجيو من الباديه، كيجيبوا الزبده تينزلوها هي واللبن والحليب وداكشي، خذوا من عندهم الزبده القياس اللي بغيتوا. انا عندي هنا كيلو، وعندي نص خنشه ديال الملحه، يا هذه ديال الحانوت يا الملحه الحيه. وتاخذوا حجره تقريبا 200 غرام ولا 250 غرام، وتهرسوها وديروها تغلي مع الزعتر. تاخذوا كاسرونه ديروا فيها تقريبا كاس ديال الزعتر وديك الملحه، وتغليوه حتى كيطلق الزعتر الماء ديالو، وتصفيوه. تحتفظوا بدك الزعتر بوحدو وبالماء بوحدو. تنجيبوا قصريه فاش غادي نعجنوا هاد الزبده، كنخويو عليها هاد الماء ديال الزعتر، وكنبقاو ندلكوها وكننقيوها. كيكونوا فيها الزغيبات ديال البقره، يعني الى ديك المراه حلبات البقره وما صفاتش داك الحليب، الزبده راه كيجي فيها الزغب ديال البقره. ونقيوها من اي شوائب، يعني فيها حنا كنعجنو حنا كننقيوها. وهكا الزعتر كيدخل في الزبده مزيان. شفتوا دابا انا لقيت واحد الزغيبه، كيكون الزغب ديال البقره غير رقيق. كتدلكوا باش كتدخلوا الزعتر في الزبده، وباش كتنقيوها نيت من الشوائب. والزبده كتولي طريه، يعني كتبدل وكترخى، يعني باش حيت كتشرب داك الزعتر مزيان. فوق ما كنشوفوا الزعتر، الماء ديال الزعتر اللون ديالو تبدل، كنحيدوه نخويوه ونديروا واحد اخر. علاش كيتبدل؟ لان الزبده كتطلق داك السوائل اللي كانت فيها، بحال كيكون باقي مازال فيها شويه ديال اللبن، ولا راه كيخرج كيولي كيخرج داك السائل. كنحيدوه وكنديروا عاود من الكاسرونه اللي باقي فيها الزعتر، كنبقاو مستمرين هكذا حتى كننقيو الزبده من داك الشوائب اللي فيها. وتا كنحسوا بها راه دخلت ليها الملحه والزعتر، شربات مزيان، عاد كنجمعوه. مهم تبعوا معايا المراحل. هو السمن راه الطريقه ديالو سهله، هو من السهل الممتنع. يعني كيبان للبنات ولشي وحدين راه صعيب، ولكن هو لا عرفتي كيفاش تقاديه راه مزيان. وكتجي تصايبي سمينه على يدك وتكون حاره وزوينه، تلذذي بها الاطباق ديالك والكسكسو والحريره وما الى ذلك. الزعتر يكون ماشي الزعيطرق، يكون زوين، يكون يابس ماشي طري. نغليوه مع الملحه، ومن الاحسن الملحه، نديرو الملحه الحيه. انا دابا ما عنديش الملحه الحيه، درت الملحه ديال الحانوت، ولكن حتى هي قضيه الغرض. المهم الملحه الحيه كتجي احسن، والزعتر يكون يابس ماشي طري. نغليوهم بجوج مع الماء ونصفيهم. وداك الحشف ديال الزعتر غنحتفظوا به، غادي نوريكم علاش. وهذا الماء كنبقاو مره كنبدلوه على الزبده وحنا كندلكوها، حتى كتشوفها ولات طريه وتنقات من الشوائب اللي فيها. علاش كيكونوا فيها داك الشوائب؟ كيف قلت لكم، حيت المراه اللي غادي تجيب لنا داك الزبده ما كانتش صفات الحليب باش حلبه البقره، وخلاته راب ودارته اللبن ومخداته، خرجت لينا الزبيده فيها داك الشعيرات ديال البقره ودوك الشوائب. يعني لا ضروري كطيح فيه شي حاجه. دابا كيف كتشوفوا انا زدت واحد المعلقه من السمن عندي حار، يعني باش نسمو وباش دغيا يعني كيوجد ليا السمن، حيت انا محتاجاه ضروري. وغادي نخلط هاد المعلقه ديال السمن مع هاد الزبده كامله، باش تقريبا ما غاديش تدوز عليه شهر حتى كيولي كله سمن. الا كنتو ما مزروبينش به كتخليوه بلا داك المعلقه ديال السمن، كديروا غير الزبده مع بهاد المسائل اللي ذكرت لكم، الزعتر والملحه،
وديروا هذه العمليه كلها صافي غادي يولي عندكم السمن، ولكن على 3 شهور كيكون واجد حار، يعني السمن ناضي تيكون ماشي عيم ملح ولا كيكون السمن نيت حار. دابا بعد ما كيوجد لينا كنبداو نجيبوا ديك القلوشه اللي كيديروا فيها الطنجيه، وكندير هكا القيمات وكنحط في ديك الطنجيه. شنو تيقولوا لها هذه الطنجيه ولا قلوشه، كنحطوا فيها هذه القيمات ديال السمن حتى كنساليو هاد الزبده اللي عندنا. من بعد غادي تشوفوني كيفاش غادي نسدها باش غادي ما يدخل لها لا برد لا والو، والسمن يبقى محتفظ بالطراوه ديالو، يعني ما يخسر ما يفسد ليا مع البرد ومع داك يعني الجو ديال المطبخ وداكشي. الى سبحان الله ما عندكمش هاد الانيه ديال الطين اللي هي بحال القله، يمكن لكم ديروا قرعه ديال الزاج وديروا فيها السمن ديالكم وتغطيوها بالغطيوه ديالها وتحتفظوا بها، ماشي مشكل كتعطي نفس النتيجه، غير هو الحاجه ديال الطين كتجي يعني بلديه اكثر، يعني وكاع الاناء ديال الطين كيعطي المذاق زوين وكيعطي اللذة فاش يعني طيبتي فيه او احتفظتي به درتي فيه الزيت او السمن او لا، يعني كيبقى محافظ على المذاق ديالو ما كيتبدلش. المهم انا كنبقى هكا ندير هاد العمليه، نغسل ديك الزبده في داك الماء ديال الزعتر حتى، وكندير القيمات ونعمر هذيك القله حتى كنسالي الكميه كامله، ومن بعد غادي نسدها وغادي تشوفوا باش كنسدها والطريقه. دابا كنجيب واحد الطريف ديال الزيف ديال حياتي، هاد توب حياتي كناخدو تقريبا يكون كبر من الفم، كننزلو فوق السمينه هكذا، ونجيب داك الزعتر اللي بقى اللي صفيت من الماء هكا كنحطو فوق منه، كيكون هاد الزيف هذا ديال حياتي هو الفاصل ما بين الزعتر والسمن، كندير هكا باش كيكوفري عليه من يعني الهواء ما يخسرش وما يفسد ليناش السمن، وكندير فوق منه شي شويه ديال داك السائل ديال الزعتر اللي بقى لي، وكنعاود ندير الملحه. ها نتوما كنطوي هذاك الطريف ديال الثوب اللي بقى عندي على داك الزعتر، نغطيه ونحط فوق منه الملحه. علاش غندير دابا الملحه؟ باش داك الزعتر نيت باش ما يفسدش ويبقى مزيان. صافي دابا غادي نجيب واحد البلاستيك وغادي نغطي به الفم مزيان، وعاد نلوي مزيان هاد القله هادي بالسلوفان، نلوي عليها كلها باش ما يدخلهاش الهواء وما تفسليناش ديك السمينه ديالنا. صافي، وكنتمنى هاد الطريقه ديال السمن تنال الرضا ديالكم وتعجبكم، وديروا لي لايك، واللي ما مشتركش في القناه ديالي يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.